السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا متواجدة في أحد المواقع التاريخية القديمة في منطقة روضدنا التابعة لإمارة الفجيرة، وبالتحديد بأحد الأودية القديمة. وهذا المعلم هو عبارة عن نقوش وكتابات قديمة، وهذا أحد النقوش البارزة اللي يسمى بصخرة أثر النبي، وهذه تم تسميتها من قبل الأوليين وتناقلوها عبر الأجيال. من الجانب الآخر يوجد عدة كتابات ورسوم في نفس الموقع، والمؤسف أن الكثير من القصص والروايات عن هذه المعالم التاريخية ذهبت مع ذهاب الأوليين، رحلت معاهم. وللأسف الشديد ما عندنا معلومات كثيرة عنها غير أن تسميتها أنها صخرة أثر النبي نسبة لهذا الأثر. فأتمنى أنكم تسعوا وأنكم تحافظوا على تاريخ أجدادكم ومعالمكم.